كابتن رامي، نادي الرمث هو نادي جماهيري، ودائما الانديه الجماهيريه بيكون في ضغط كبير على اللاعبين. بتشوف نادي الرمثة كان فيه تاثير، وبالاخص جمهور الرمثة من يعني جمهور حماسي وبده بطوله، يعني ما بتقبل نهائيا الخساره، بجزء اكثر من جمهور الفيصل الوحدات ما بتقبل الخساره صدقا. بتلاقي انا كانت هاي مشكله بتواجهكم، هذا الضغط الكبير من الجماهير؟ والله شوف علي استاذ ليس، يعني احنا جماهيرنا جماهير عاطفيه وزياده عن اللزوم، يعني ما كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة وفيها تعادل. غالبية جماهيرنا ما بتتقبلش الخسارة، خاصة لما تكون على أرضنا وبين جمهورنا. يعني احنا أنا بالنسبة لي صار لي 15 سنة بلعب مع الفريق الأول، وأمنية حياتي حقيقة يعني أمنية حياتي أهدي الجمهور العظيم اللي دائما خلفنا بالسراء والضراء بطولة، وان شاء الله انه السنه هاي نقدر نحقق حلمي وحلم جماهير الرمثة. يعني دائما لاعبين الرمثة خلينا نحكي مش كلهم 80% 90% لنادي الرمثة فقط، يعني عم نشوف احتراف خارجي وشيء منطقي، لاعب بحب يعزز من مثلا دخله المادي، يعزز من قدراته الفنيه. عم نشوف دائما انتم كلاعبين يعني سر، اوكي من نفس مدينه الرمثة، لكن في سر دائما، وحتى الانتماء بنشوف اللاعب ميت داخل الملعب ليحقق فوز. يعني أنا بقدر أحكي لك عن نفسي. أنا بالنسبة إلي يعني مثل السمك بالمي، إذا بطلع من الرمثة بجوز يعني ما ظلش فيه روح. يعني مش بيت الثاني النادي، بيت الأول. شايف؟ مش بس انتماء، أكثر من الانتماء، إذا في شيء أكثر من الانتماء أكثر من الانتماء. يعني الكلام ما يعني كابتن رامي لو جاك عروض داخلية للرمثة فقط. عروض داخلية صعب، صعب ألعب غير للرمثة، صعب صعب جدا ومستحيل كمان. يعني جاني، يعني عقدي السنة الماضية كان خلص وإجاني أكثر من عرض بدون ما أذكر التفاصيل من داخل البلد، بس رفضت يعني رفض نهائي، يعني حتى استنى العرض من نادي الرمثة وما أخذوا لنيش الجماعة. الله يسلم الاحتراف.